مرحبا بكم. تختلف عادات الناس وتصرفاتهم، والمراهقون دائما يحاولون جذب الأنظار إليهم. لو رأيتم ما يفعلون لن تصدقوا أعينكم. هيا لنرى معا ما فعله هؤلاء المراهقين. قبل بدء الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذا النوع من الفيديوهات. 10. إيليتا أندري. ولدت في أستراليا في عام 2007. هي أصغر فنانة تشكيلية في العالم. تعرض لوحاتها في المعارض وتعكس رسوماتها حماس الأطفال وفرحتهم واستقلالهم. اكتشفت عائلتها الموهبة وهي في سن سنتين وبدأت تنمي لها الموهبة، وعرض والدها رسوماتها في معرض للرسومات واندهش الجميع من موهبة الطفلة التي لم تتكلم بعد ولكنها ترسم بالألوان. 9. فلين ميغري. أصغر شيف في العالم، وعلى الرغم من صغر سنه فهو مشغول جدا في أعماله. افتتح مطعمه الخاص ويسعى لافتتاح فروع في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه ما زال في سن 19 لكنه يقدم أكلات شهية، واستطاع في فترة قصيرة أن يثبت وجوده في المطبخ. 8. موني ديفيز. اشتهرت لحصولها على لقب اللاعب الأفضل وهي في عمر 13 لمهارتها في البيسبول. يعلم الجميع أنها تحب الرياضة وماهرة فيها لأقصى حد، ولكن لم يتوقع أحدا أنها ستصل لهذا النجاح. هي الآن في 16 ومن أشهر الرماة في البيسبول. 7. مايهم قيصر. هي أصغر مصممة أزياء في العالم، ففي عام 2014 نشرت أمها تصاميمها على إنستغرام، وفي عام واحد وصلت ل49,000 متابع، وأنشأت مع عائلتها دار أزياء عالمية. اعتبارا من عام 2015 بدأت تنفذ تصاميمها إلى ملابس حقيقية. 6. جوليان بافون. سجل رقما قياسيا لأنه عازف طبول محترف في سن 3 سنوات. بدأت موهبته وهو طفل عمره 6 أشهر. شارك في حفلات كثيرة كعازف محترف وظهر في أكثر من 100 برنامج في أمريكا. 5. كلير أبوت. لفتت الأنظار وهي تغني في عمر 15، ونتيجة لجمالها أصبح لها الكثير من المتابعين على إنستغرام ويوتيوب. 4. إيزابيلا لوكلير. ولدت بمرض نادر يدعى متلازمة باركس ويبر. ساقها اليمنى متضخمة نتيجة السائل الليمفاوي وتزن 18 كيلوغراما. هو شيء يعيقها من ارتداء السراويل وممارسة الرياضة، ولكن بالرغم من هذا كانت تذهب للجامعة وحدها ولم تفقد ثقتها بنفسها. هي لا تخجل من جسدها ونشرت صورتها بملابس السباحة وحصلت على لقب ملكة جمال كامبلتون. 3. جوليا فانز. أثارت ضجة على إنستغرام هذه الفتاة الحسناء التي بلغ وزنها 120 كيلوغراما. هي في عمر 15 عام. كانت تمارس الرياضة حتى نمت عضلاتها بشكل كبير، والجميع يتحدث عنها وتعرف بباربي صاحبة العضلات. 2. يانغ جين لونغ. بلغ وزنه 50 كيلوغراما وعمره 7 أعوام فقط. اشتهر بقوته الخارقة التي تجعله يحمل والده على ظهره ويجر السيارة، وتستعين به عائلته في المهام التي تحتاج للقوة. أولا وأخيرا سوباترا ساسوفان. عاشت هذه الطفلة فترة طويلة من حياتها يلقبها الأطفال بذات وجه القرد أو الوجه المخيف، ولكن حياتها تغيرت تماما عندما دخلت موسوعة جينيس في عام 2011. أصبحت أكثر طفلة محبوبة في المدرسة، وسبب مرضها هذا كروموسوم خاطئ يغطي شعر وجهها بالكامل، حتى أن والدتها تضطر لقصه باستمرار. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.